السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم جميعا على قناتكم قناة فوت كافي ديزاب، قناة الكرة الجزائرية وأخبار المنتخب الوطني واللاعبين الجزائريين. بداية ما تنساوش الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نلتقي اليوم باش نتكلموا عن الظاهرة تاع هذه منتخب بوقرة الجهوي، أو بالأحرى منتخب بوقرة العاصمي. هجوم غير مبرر يا أخي، خلي السيد يلعب نشوفه واش يدير في الشان ومن بعد حكمه. نفس الشيء حصل قبل بطولة كأس العرب، هجوم في هجوم في هجوم في هجوم في هجوم، يعني ما خلى ولا شيء بالقائمة اللي دارها بوقرة. لكن من بعد بداو واحد يقول لك هذه الخطة تاع بالماضي، واحد يقول لك بالماضي راح يديروا الخطة. إذا من بعد دار البطولة لازم خلي السيد نحترموا العمل تاع الرجل. أنا نشوف بأنه بوقرة يقوم بعمل ممتاز جدا، شاف كاع الملاعب وراه يعرف شكون اللي يصلح وشكون اللي ما يصلحش، على الاقل على حسب الراي نتاعو. هذا من جهه. الان راح نعطيكم مثال بسيط عن منتخب الجزائر سنه 2011، المنتخب المحلي لما كان المدرب بن شيخه، ورحنا وتاهلنا الى الشان تاع السودان، اعتقد كانت اول نسخه. المنتخب كان كله مصطيف هذاك الوقت، ما سمعناش يعني منتخب جهوي ولا منتخب صيفي. يا جماعه ذوك ابناء الجزائر والولايات كولايات الجزائر، وعلاش نبغوا نحيوا هذه الجهويه؟ نموتوا على ذو الصوالح. من العاصمه راهو ابن الجزائر، من الصحراء راهو ابن الجزائر، من الشرق راهو ابن الجزائر، ومن الغرب راهو ابن الجزائر. وكل المنتخبات في العالم اللي المنتخب نتاعها من البطوله المحليه يروحوا مباشره الى نادي ولا ناديين، يجيبوا معظم اللاعبين وبعد يجيب لك حبه من وحبه من وحبه من. هاي المانيا، النادي نتاعها كامل او المنتخب نتاعها برسك 8 7 من بايرن، اقل شيء 7 لاعبين 8 لاعبين من البايرن، ومن بعد تلقى 4 ولا 5 من دورتموند، وما ادري البقيه منه من. وكي تجي تشوف لوساتور تاع النادي تاع المنتخب تصيب 8 لاعبين من بايرن، 2 من دورتموند، ولاعب من فرايبورغ ولا من النادي هاك ولا هاك ولا من ليفركوزن. رغم انه عندهم انديه مثل ليفركوزن، عندهم انديه مثل لايبزيغ، عندهم انديه مثل، ما نشوفوش من كل نادي لاعب. هذا الامر اللي مستحيل باش يحصل. هذه التشكتوكه اللي كنتم تحوسوا عليها ولا الكوكتيل اللي كنتم تحوسوا عليه مكاش في كره القدم. اسبانيا في اعز قوى نتاعها، تلقاو معظم اللاعبين من برشلونه وريال مدريد، الان فقط معظم اللاعبين من برشلونه، رغم انه برشلونه يمر باسوء فتراته، نشوفوا معظم اللاعبين المنتخب الاسباني من برشلونه. يعني هذا امر واضح جدا. تقول لي طيب المنتخب الانجليزي، المنتخب الانجليزي ما يقدرش، وعلاش ما يقدرش؟ لانه ما تقدرش تجيب من نادي 8 9 لاعبين انجليز، ما تلقاش اصلا في انجلترا، ما تلقاش في تشيلسي، تلقى 3 4 لاعبين انجليز اساسيين، في السيتي نفس الشيء. في السيتي راه كاين، من قبل ما كانش فودين وما كانش غريليتش وما كانش وولكر وستونز، هذو الان هم اساسيين، وحتى مش اساسيين دائما، مش اساسيين دائما. لذلك انجلترا حاله خاصه، لانه ولكن لو كان السيتي فيه 11 لاعب انجليزي متاكد انه ساوثغيت يستدعي 11 لاعب. انا نتكلم عن المنتخبات الاولى. دوك نعطيكم المثال نتاع الصيف فقط، انتظروا. نعطيكم مثال حالي واني، المنتخب السعودي في كأس العالم الأخيرة. المنتخب السعودي في كأس العالم الأخيرة، تخيلوا أنه عنده 8 لاعبين من الهلال السعودي. الهلال السعودي حاليا يحتل المركز الخامس في الدوري السعودي. عنده 7 لاعبين من النصر السعودي اللي راح له كريستيانو رونالدو، 7 لاعبين. وعنده 3 لاعبين من الشباب السعودي، النصر هو الأول والشباب راه الثاني. يعني لو نجي نحسب 8 زائد 7 زائد 3، راني ندور في 18. 8 و7 15 وزيد 3، رانا في 18 لاعب من 3 أندية من العاصمة الرياض. هل سمحتوا واحد في السعودية يتهم رونار بأنه عنده منتخب جهوي أو المنتخب تاع العاصمة؟ العاصمة تاع السعودية هي الرياض، والمنتخب السعودي في 18 لاعبا من أندية الرياض، واللي هي 3 أندية، 8 من الهلال، 7 من النصر، و3 من الشباب. التشكيلة الأساسية لمعظم مباريات المونديال، 6 من الهلال، 3 من النصر، 1 من الشباب، 1 من التعاون أو الفتح، الفتح مش التعاون. الفتح يحتل المركز السابع ولا الثامن،
الهلال يحتل المركز الخامس، النصر المركز الأول، والشباب المركز الثاني. عندهم نادي آخر عريق جدا في السعودية اسمه الاتحاد السعودي. هل أنتم عندكم في الجزائر أو إحنا عندنا في الجزائر نادي مثل الاتحاد؟ لا يوجد. الاتحاد السعودي مكاش نادي كما الاتحاد السعودي حاليا في الدوري نتاعنا. لكن هذا النادي عنده لاعب واحد فقط في المنتخب السعودي، ويحتل المركز الثالث في الدوري حاليا. والسعودية أقوى دوري عربي، يعني في أندية. إذن راكم تشوفوا يعني اللاعبين توانا يلعبوا، واحد يلعب في طمك، واحد يلعب في التعاون، واحد يلعب في الطائي، هذو ما هدرش عليهم كاع رونار، ما شاف فيهم أصلا. إذن يا جماعة راكم تشوفوا يعني الآن رونار يحب يسهل على روحه، راح إلى الأندية اللي عندها لاعبين كبار، اللي عندها لاعبين أصحاب المستوى، ندي منهم ونخدم المنتخب نتاعي. نفس الشيء إيطاليا قديم كان يدي من اليوفي. كل منتخب يبني المنتخب نتاعه من البطولة المحلية ما يحوش يصعب على روحه، يروح يشوف ناديين أكبر ناديين ويدي منهم اللاعبين. حنا بقرا راهو دار ثلاث أندية، راهو كثر دار ثلاث أندية. وعلاش؟ لأنه بقرا ما فتحش باب مساعدات الإنسانية، ولا باب إرضاء الجميع، ولا باب ما يطلبه المشاهدون. لا، أو عنده منتخب وطني وبعد الناس تحاسبه بالنتائج، ولذلك يحاوس أول شيء يربح الانسجام. كيفاش يربح الانسجام؟ هو أنه يجيب أكبر قدر من اللاعبين من نادي واحد. وهذا الشيء برافو عليك بوقرة، برافو عليك بوقرة. أما الناس اللي ما تعرف كرة قدم أقعدوا تهضروا، يا ليتكم انتقدتوا بالماضي. لا، أنتم بالماضي خط أحمر، وبوقرة طايحين عليه تنتقدوا فيه ظلما وبهتانا وزورا وجهلا. تنتقد السيد بالنتيجة. كاس العربيه كليتوهم بعد جابها اسكتوا، اللي سكت اسكتوا، اللي ما سكتش قال لك البرماضي جابها. خلوا السيد يخدم. انا نشوف تشكيله منطقيه وتشكيله احترافيه، وبوقره خدام في الميدان ماشي باللسان. في الميدان يا اخي شفنا كيفاش يروح الملاعب ويتفرج. الان حبيت نسقسيكم، خلونا نتفقوا اولا على انه باش يكون منتخب منسجم لازم يجيب اكبر قدر من اللاعبين من نفس النادي. هو جاب اعتقد 8 ولا 7 من المولوديه، جاب 8 ولا 7 من السيربي، وجاب نفس العدد من اتحاد العاصمه. حب يعدل. انا لو كنت مكانه ما نشوفش البطوله للامانه، وما نعرفش اللاعبين تاع البطوله، والله ما نعرفهم اللاعبين تاع البطوله ما نعرفهمش. لكن لو جيت في مكان بوقرة ونتفرج، ونروح مثلا نشوف شباب الوزداد، ونشوف شباب الوزداد يلعب كره مليحه، نعيط 11 12 لاعب ما نحوش نكسر راسي، نربح راحتي، نربح الانسجام، نجيب المنتخب نبدا نخدم معاه، نعطي له الجانب التكتيكي، نعطي له الجانب الفكر الفني والتكتيكي. ما نقعدش انا نشوف مين هم الثنائيات اللي يمشوا مع بعض، وين هم الثلاثيات اللي يمشوا مع بعض. لا، انا اشوف مثلا هذا ثلاثي تاع شباب الوزداد، هذا الرباعي تاع اتحاد العاصمه، يعني اللي يخدموا كيف اللي يخدموا كيما حنا نقولوا يخدموا ان بلوك. ماشي نروح نجيب واحد من واحد من واحد من ندير تشكتوكه وبعد نحير وبعد نتفرج. لا، هذا مش منتخب، سمحوا لي، هذا مش منتخب، هذا تشكتوكه. المنتخب هو انك اول شيء هو الانسجام. هم مصريين لما كانوا يروحوا كاس افريقيا شكون اللي يدوا 10 من الاهلي و10 من الزمالك ونص بنادم من الاسماعيلي وربع من الاتحاد الاسكندري. ها هي التشكيله تاع مصر، كيفاش كانوا يدوا الالقاب شحاته؟ شكون اللي كان يقولوا هذا منتخب الاهلي، ولا كان يقولوا هذا منتخب القاهره؟ عندنا الاهلي والزمالك في اثنينهم من القاهره، رغم ذلك عندهم انديه من الاسماعيليه، عندهم انديه من اسيوط، عندهم انديه من البورسعيد، عندهم انديه من عده اماكن في 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 في, في مصر. لكن ولا واحد كان يقول هذا منتخب القاهره، ما جامي سمعتها هذه. احنا ما فهمتش عندنا هذه نظريه المؤامرات، نظريه الجهويه، نظريه الكلون، نظريه كيف يسموهم اللي ينتقدوا بالماضي، اللوبي. اختونا يا جماعه، خموا لوجيكم وخموا حاجه، خموا عندكم هدف واحد تخموا عليه هو المنتخب الوطني. الانتقاد لما تنتقد خلي عليك هذه الالفاظ الدخيله على كره القدم، اللوبي والمؤامره والسحور لا والخونه لا، ما كانش هذه في كره القدم. كره القدم عندك عمل، هذا العمل يقابله تقييم، التقييم يكون اما مدح اما انتقاد. المشكلة انتم الناس فشلت، ما كنتمش حابين اصلا يتكلموا عليهم باسمهم. وبوقر مازال ما دخلش لغمار البطوله، راكم تحاربوا فيه. الان انا شفت قريت بعيني يقول لك ان شاء الله بوقر يخسر، بهذه الكلمه ان شاء الله يخرج في الدور الاول. وعلاش الي هذه الدرجه تكرهوا الناس اللي تخدم؟ الي هذه الدرجه
لانه شفت بوكرنا مسكين ساكت ما يحكركمش وما يحتقركمش ويحترمكم تعفسوا عليه. سنة 2011 وما سمعتش هذا الكلام تاع المنتخب الصيفي، ما سمعتش الكلام تاع المنتخب الصيفي. سنة 2011 كانت قائمة 23 لاعب تضم 11 لاعب من وفاق الصيف، شكون هما؟ عبد القادر العفاوي، عبد الرحمن حشود، خالد الموشية، فهم بوعزة، الأسهر حاج عيسى، مراد دلهوم، عبد المؤمن جابو، حسين مترف، مصطفى جاليت، ويوسف غزالي. 11 لاعب من وفاق الصيف في المنتخب المحلي، ما سمعناش واحد يقول منتخب صيفي ولا واحد. على الأقل بوقرة راه نوع شوية. يا جماعة بوقرة راه يخدم، وراه يخدم خدمة مليحة، وإن شاء الله تكون النتيجة، وإن شاء الله يكون الإنجاز، وإن شاء الله يكون التتويج ليكون بوقرة أول مدرب في تاريخ الكرة الجزائرية اللي يجيب لقبين في دورتين مجمعتين في فترتين قصيرة. عام. لأن البطولة الأخيرة كان جابها لنا في ديسمبر 2021. جونفي 2023. النهائي ممكن يكون في فيفري. عام وشهر ولا عام وشهرين. مليحة. وبالتالي بوقرة يدخل تاريخ المدربين الجزائريين. بالتوفيق للمنتخب الجزائري، بالتوفيق للكرة الجزائرية أينما حلت وأينما ارتحلت. وأنتم أحبتي أعزائي المشاهدين، إذا عجبكم الفيديو ديروا لايك، ديروا إعجاب، ما دام راح نحكي معايا لهذه النقطة أكيد راه عجبك الفيديو، ديروا إعجاب لأني باش نعرف الفيديو إذا راه يعجبكم، إذا المحتوى راه يعجبكم. يا سيدي إذا مش يعجبكم المحتوى نحبسه، علاش نبقاو نديروا فيديوهات؟ لأني راني نشوف ما سيدي ما تابونيش ماشي نقول لك ابوني، لكن على الاقل لما تشوف فيديو حتى ما كنتش من مشتركي القناه تاعي عجبك الفيديو دير لي اعجاب باش نعرف عدد المعجبين بالفيديوهات تاعي. اذا الفيديو تاعي مش ينال اعجاب المشاهدين نحبسه افضل بطبيعه الحال. اذا احبتي شكرا لكم على حسن المتابعه والاصغاء، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.